السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وانتم ما كتشوفوا معي هذا الفيديو هذه تتمه ديال الفيديو ديال التحضيرات ديال اللي كنت درت فيه السفه هادو دجاج كما وعدتكم غادي ندير دجاج بالدغميرة والكبده على حقه وطريقها وان شاء الله غادي نبداو الفيديو تشوفوا معايا اسمحوا لي هنايا راه تقطعت ال ما عرفتش كيفاش مشى لي هذا المساله هاد الطرف ديال الفيديو ولكن غادي نعطيكم العطريه اللي درت هنا شديت القزبر ومعدنوس المعدنوس كثر والثومه والحامض الجلفه ديك الهبره ديال الحامض وطحنتهم مزيان حتى عطاوني واحد الخلطه الخلطه زدت عليها سكينجبير بالكثره وشويه ديال البزار والملحه والخرقوم البلدي وشويه واحد كنوره ديال الدجاج وضفت عليها شويه ديال ديال هذا ديال, ديال الملحه وشويه ديال الزعفران شعره وضماء ديال الزعفران هادو هما تقريبا المكونات وكنشدو داكشي كنخلطوه مزيان مع شويه ديال السمن ولا شويه ديال الماء وكان نلبسو فيه ديك ديك ديك, ديك, ديك الدجاج كامل فحال اللي كنت درت معكم سابقا في واحد الفيديو صافي هنا كما شفتوا شاركت معكم ديك الطاوه هذيك شريتها من ايكيا غادي نحاول ما امكن الا كانت مزيانه غنقول لكم مزيانه ما كانش مزيانه راه نقول لكم ما صافي هنا كما شفتوا هذيك الدجاج كنت عندي في الثلاجه جبدته بات ليله هنا شديت واحد خمسه حتى لسته ديال البصلات كبار بابيل الحمر صفي ما الحمر والبيض صافي قطعتهم كما شفتوا غير هكا تقطع عشوائيا عادي لان هذه غطيب فيها الدجاج صافي شديته هنا غادي نقسمه على جوج جهات لان غادي ندير كل دجاجه في طاوه صافي هنايا شديت غادي نشد لك كل الدجاجه وغادي نسد لها ديالها كما سبق ووريتكم بالسلوفان عندكم الخيط ديال المطبخ ديال الاكل ديروه انا لان ما وجدتش عندي درت غير السلوفان راه حتى هو صحي عادي لان هو ديال الاكل كديروه من بعد منين كيطيب راه كتحيدوه كاين اللي كي كيقلبيه الدجاج اصلا منين يتقلى واخا يتقلى به ما كاين شي مشكل كيزول كي انا راه عارفين هو ديال زعما ديال برودوي اليمونتيغ ما تخافوش منه آه وسمحوا لي زعما على هذه المساله هذه بلا ما تعيبوا عليا لان ما حضرش عندي الخيط ولكن انا الا ما كانش الخيط راه كندير كندير السلوفان عادي صافي هنا كما شفتوا انا الدجاج الاولى حتى هي غادي نفرشت هذيك البصله وغادي نديرها نديرها على صدرها كما شفتوا حتى الثانيه كذلك ومثال صافي هنايا نتمنى ان شاء الله يكون يكون المقادير ديال ديال العطريه وصلت لكم وان شاء الله غير جربوه راه غادي 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 يصدق معكم بواحد الطريقه غزاله هو ليسونسيل انه خصو يبات في ديك الشرموله ديالو خصو يبات وفاش تكونوا كتدخلوا ديك الشرموله دخلوها ما بين الفخاد وما بين الصدر وفتحوا شويه الصدر هكا بصبعكم وبقاو تدخلوا فيها العطريه الا بات راه كيجي كي مشرب العطريه وكيجي غزال ورائع صافي هو هذا كما كم شفتوا انا هنا غادي نسالي نسالي التانية حتى هي بنفس الطريقه ديال الاولى ونديرها في هاد الكوكوت انا هاد الكوكوت كما قلت لكم آه خديتها اينوكس خديتها من ايكيا بشي 65 دولار انا غادي نجربها الا صدقات ليا وما لصقاتش لانها يعني اينوكس آه متوقع انها غتلصق ولكن نتمنى وما تلصقش ونقول لكم عليها ما صدقات ما زويناش راه غنشاركها معكم نقول لكم راه ما زويناش ما تاخذوهاش انا مهم دابا غادي نحاول نجربها ونقول لكم عليها الدجاج ما رصتش عليه بزاف راه غير عليه واحد شويه وغادي نحل عليه ما غاديش نخليه بزاف باش ما عارفين باش ما مي... باش ما مي... باش يتفتتش ليا لان ما غاديش نقليه غادي نديرو في الفرن صافي هنايا غادي نزيد داك المرق اللي بقى لا بالنسبه له البطاوه الاولى ولا الطاوه الثانيه انا غير لحقاش هنا ما غاديش يصلح لي نديرهم في طاوه وحده ما عنديش طاوه كبيره عندكم طاوه كبيره راه غادي غادي تجمعوهم كاملين في طنجره واحده صافي هنا كما شفتوا شفتو انا كنحاول نحيد داك نصوب داك المريقه اللي بقات غادي نضيف هنا الكميه اللي غادي يطيب ليا فيها هذا الشيء ديال الزيت البلديه انا ما كنخلطش الزيت البلديه والروميه دقه وحده كندير غير الزيت البلديه كيما شفتو صافي غندير الكميه الكافيه باش غادي يطيب فيها الدجاج لان الضغميره خصها شويه ديال الليدان صافي وغادي نرد هذا الشيء كله ان شاء الله باش غادي يطيب معايا ف في فهادي هذه في الكوكوت وهذيك في الطاوه في الكوكوت غادي ندير بحسابها لان ما غاديش نغلق عليها بزاف وما غاديش نخليها فوق العافيه بزاف الطاوه الاخرى ماشي مشكل غادي نخليها طيب على عافيه مهيله حتى من بعد عاد غادي نحل عليها هنا كما شفتوا ضفت واحد كاس صغير ديال الماء ما بيناتهم بجوج بيهم بمعنى نص كاس هنا ونص كاس هنا لان غادي يطيبوا على المهل راه هذيك البصله راه كتطلق خلاص الماء ديالها صافي هادو باش كيعجبوني هاد الكوكوتات الكوكوطات كي كيكونوا في الصراحه وزوينين ولكن احنا نطلع نجربوها ونشوفوا ها ما كيما شفتو كطلع هذيك العلامه الحمراء اللي عندها والصفرة على ثلاثه ديال دي الجهات الجهه الاولى والثانيه وهذه الثالثه هي اللي كتخرج بزاف ديال الهواء هذه مزيانه مهم انا هاد الساعه ها هي خدامه معايا مزيان نتمنى ان شاء الله تكون تكون ما 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 يوقع فيها والو هنا الكبده ديال الدجاج هذه خديتها من عند داك المتجر ديال شخ... داك السوري اللي كنت شاركت معكم درت فيه جوله هذاك من عنده كناخذ انا الكبده سمحوا لي راه ما صورتش عنده لان بالزرب هذا الشيء راكم عارفين درت تما شويه ديال الماء شويه ديال الخل وشويه ديال الملحه غادي نحاول ندير فيها نرقد فيها هذيك ديك سميتو ديك الكبده هذه الكبده ديال التاج راكم عارفين كيكون فيها دوك العروق وكيكون فيها ديك الشحيمه اللي كتكون بحال هذه دي. ديك الشحمه اللي كتكون ديزا على لاصقه في الـ في الـ ديك لاصقه في الكبده ولاصقه في هذيك مشات لي الكلمه المهم <applause> غادي تحاولوا ما امكن تنقيوها مزيان, مزيان مزيان المراره يا ربي المهم غتحاولوا ما امكن انكم تنقيوهم مزيان كما شفتوا راه شحال نقيت فيهم صافي وغادي نردهم على الماء على العافيه باش يغلى واحد غليه ومن بعد نحيدهم صافي هنا كما شفتوا انا راه صافي راه طابت لي هنايا صافي والدغميره راكم شفتوا هنايا الكبده راه بدات كتطلق ديك الرغوه شتي هذه الرغوه كلها خصها تزول ما خصهاش تبقى لان هذيك الرغوه راه هي اللي كتخلي ديك الدسم ديالها وديك الريحه ديالها وديك الزفوريه تحيد ما تغلاش بزاف غير غادي يلا طلعت الغليه راه طلعت الغليه كتطلع معها هذيك الرغوه تبقى وحده صافي غير يطلع ديك الرغوه صافي غادي نحيد هذا بما غير ما غاديش تبقى بزاف باش باش ما تقصحش معايا الكبده باش كتبقى فتيه احسن من انكم تقطعوها مباشره وتلوحوها في المرقه في الدغميره زعما صافي شفتوا هاد الكميه اللي حيت ما بقاتش كطلع ما بقاتش كطلع الكشكوشه صافي حيتها هنايا شديت هاد ال.. هاد ال.. المسألة. هاد المساله هادي اللي عندي انايا يعني بحال في كندير فيها بسيبيسا كندير فيها قعقله درت فيها بسيبيسا وغادي نخليها تما غير غادي تغلى مع ال.. مع الم.. البصله ضفت تما كميه كبيره ديال البصله وزت عليها شويه ديال الزيت ما زدتش العطريه لان انا ديجا كنت معطره مزيان الدجاج هنايا قطرت ديك الكبده وقطعتها طريفات وهي اللي غادي نخليها تطلع الغليه مزيان وغادي نرميها هنا درت ل... 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 عندكم السمن اولا الزبده بلديه انا هنا عندي الزبده بلدية عفوا عندي السمن نتوما عندكم زبده بلديه ولا سمن ماشي مشكله عندكم الزبده عاديه ديروها هنا عندي شويه ديال السمن ضفت عليه شويه ديال الهريسه وشويه ديال التحميره غادي تبقاو تمعسوها مزيان بها غادي نحاول نلبس بها الدجاجات اللي غادي ندخل للفران حتى لو كنتو غادي تقليوهم حتى هما دهنوهم بهاد بهاد الخلطه هذه راه كياخذوا داك اللون ديال الحمريه الهريسه ما تكثروش بزاف على حسب اللي كانتو بيناتكم ماشي مشكل كانوا الناس راكم عارفين كاين الناس اللي ما كيقدروش على 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 الحار صافي انا غادي نلبس تقريبا هذيك العطريه ونحاول كما شفتوا كنحاول نخلي الجلده لانه هو اصلا هذا كيكون راه ماشي بحال اللي كيتذبح سوغ بلاص بحال اللي كيكون مشري ديجا هذا كناخذوه من ريستورون دي بور كنت دابا نشاركو معكم مزيان في التقضيه ديال رمضان ان شاء الله بالنسبه للناس اللي كيبغيو ياخذوا كمية كبيره راه تاخذي كرتونه فيها يمكن 20 حبه راه كيكون واحد الوقت كون في الفريق راكم عارفين راه الجلده ما كتبقاش شحال الشكل ديالو ما كيبقاش كيما هو في الاول صافي هنايا طابت معايا الضغميره مزيان هنا ما صورت لكمش لان راكم عارفين الوقت بالزربه طاب لي داكشي خصني عاد نهزو عاد نمشي عند الصديقه ديالي صافي هنايا الضميرة ها هي شفتوها راه طايبه غزاله والريحه فنه وكتجي واقفه بالمريقه وكلشي وهنا صافي الدجاجات راهم تحمروا ليا دخلتهم الفران تحمروا شفتوا اللي اللول اللي كياخذوا هادو راه كانت على ظهرها بمعنى هذاك هو اللي كان في الفران شوفوا اللون اللي كياخد غزال شوفوا الضميره راه كتجي بنينه 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 راه كتبقى حاجه وحده راه ديجا شاركتها معكم الطريقه ديال الضميره اللي كندير انا ما توقفوش على التحرك. غير التحراك التحراك كتبقاو تحركوا مزيان ويديكم في التحراك ما توقفوش على التحرك لان كل ما وقفتو راه كت... كت كتقدر تشيط معاكم مهم غتبقاو تحركوا مزيان وحتى كتعقد البصله كتولي تغير اللون ديالها وكيبقى غير الزيت طافي الفوق راه ديجا شاركتها معكم في فيديو ديال الدجاج بالضميرة اللي ما اللي بغى يعاود يمشي يشوفو راه غنخلي لكم الرابط ديالو وسيروا شوفوه طريقه ناجحه 100% للمبتدئات خلاص وما الناس الحريفيات ما شاء الله انا كنعرف ما شاء الله الناس الحريفية العيالات الحريفيات اولا حتى الرجال ما شاء الله عليهم راه الطبخ ما كاينش كيختصر على العيالات بوحدهم راه حتى الرجال ما شاء الله راه كيعرفوا يطيبوا بمعنى انا كنهضر على المبتدئات اللي ما كيعرفوش يطلع لهم الدغميره مزيان وتنجح معاهم هذه الطريقه راها غير تبعوها راه رائعه كتجي وبنينه بنينه بنينه بشهاده الجميع راه غزاله غير هي خصها غير تتحرك ديما حتى كتوقف مزيان ومن بعد عاد كتضيفوا لهاديك الكبيده وديك الكبيده كتبقى عاوتاني تخلطوا حتى كتشرب مزيان وكطيب معاكم صافي هنايا بالنسبه للتقديم راه كتكون له وحده الطريقه ديالها حنا لاننا هنا قسمنا على جوج جوج طبيصلات جات هكا الحطه وصافي المهم نتوما على حسب الحطه ديالكم على حسب الكميه ديالكم ديال الدجاج صافي ان شاء الله يتبعوا هذه الطريقه غادي تنجح معكم 100% ونتمنى ان شاء الله اللي حشمنا وصافي هذا هو الشكل النهائي ديالها انا غادي نزوق من هنايا غير بديك النصيص ديال الحامض وغادي ندير فيه شويه ديال الهريسه هكا هذا هو الديكوراسيون اللي انا اعتمدت عليه أه الحمد لله هذا هو البريزونطاسيون القديمه ديالنا اللي ما كتزولش ديكشي اصيلي على حقو طريقو مع شويه ديال الزيتون نتمنى ان شاء الله هاد الوصفه تكون نالت الاحسان ديالكم والاعجاب ديالكم واللي مازال ما معي ما معايا في القناه مرحبا بكم شاركوا ضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد لان كاين اللي ما كيوصلوش الجديد ديالي ضغطوا على الجرس باش يعاود يوصلكم كاع الجديد واللي فيديو اللي انا كنحط ونتمنى ان شاء الله البنات القدام راكم وليتو مالين الدار الله يكبر بكم وشكرا على التعاليق ديالكم الايجابيه الله يخطيكم شكرا بزاف